توقعاتك لمباراة الأهلي وجونا النهارده؟ أتوقع إن الأهلي يكسب إن شاء الله 1-0. إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكسب 2-0. إن شاء الله الأهلي يكسب. كم؟ 4 إن شاء الله. وأتوقع إن هو يكون 2-1. إن شاء الله الأهلي يفوز يعني إن شاء الله. كم؟ 2-0 إن شاء الله. الأهلي يكسب إن شاء الله. كم؟ يعني 3-4. الأهلي معودنا من أول الدوري على الأرقام دي يعني إن شاء الله بإذن الله. أتوقع إن الأهلي هيفوز إن شاء الله 3-1. الأهلي هيكسب أكيد إن شاء الله. كم؟ 2-1. 2-0 للأهلي إن شاء الله. 2-1 للأهلي. يعني إن شاء الله الأهلي حقق نتيجة كويسة النهاردة ويكون بس المستوى اللي هو قبل التوقف الدولي لأن الفترة كانت طويلة جدا والماتش هيبقى صعب أصلا على اللعيبة وعلى الفرقتين مش على الأهلي بس. كم؟ يعني ان شاء الله 2-0 للاهلي مثلا. طب مين هيجيب الاهداف؟ وليد سليمان هيجيب لي 2 باذن الله. حسين الشحات 2 ورمضان صبحي 2. رمضان صبحي هذا ايه؟ ممكن حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد ازار. رمضان صبحي ان شاء الله والشحات. حسين الشحات وازارو الاثنين رمضان صبحي. طبعا اكيد رمضان صبحي كابتن منتخب الاولمبي وجونيور اجاييه وحسين الشحات. عندنا مواهب كتير وعندنا لعيبه كتير تقدر تجيب اهداف. يعني المفروض ان رمضان صبحي بقى في احسن حالاته فبالتالي انه هينزلوه بقى فهو هيجيب جول ان شاء الله. ان شاء الله رمضان صبحي لو لعب لان هو بسام رمضان صبحي فخر لمصر كلها مش الاهلي بس، وبالتوفيق ان شاء الله للي يلعب احسن.